عاقب الرب شعب إسرائيل هذا العقاب الصعب على العجل الذهبي. والبعض بيغالي ويقول لا ده حد ردة، وبصوا في كتابكم حد ردة والكلام ده كله الكتير اللي بيتقال. البعض بيعترض ويقولوا ربنا قتل 3000 شخص عشان بس عبدوا العجل الذهبي، ويقولوا إن ده قسوة من ربنا، ربنا قاسي وشرير لدرجة إن 3000 شخص قتلهم علشان عبدوا إله تاني غيره. مش ده حد الردة؟ مش ده قسوة من ربنا؟ ومرة تانية ده مش كلامي، ده الفكر اللي بيحاول يقدمه المشككين، وده اللي هرد عليه. اللي بياخدوا أنصاف التسجيلات والقص واللزق، ده مش كلامي، ده نص الشبهة. فعشان نرد عليها هندرس الأمر باختصار والعقاب اللي تم على شعب إسرائيل في خطية العجل الذهبي. القصة نلاقيها فين؟ القصة موجودة في سفر الخروج إصحاح 32. الإصحاح ده بيخبرنا بإيه؟ بيقول لنا على قصة خطية عملها شعب إسرائيل، بس لازم نفهم الموقف اللي كان فيه شعب إسرائيل لما عملوا هذه الخطية، كان موقفهم إيه؟ بيقول لنا على شعب إسرائيل، وهو قد الناس اللي ما تبقاش قرت العهد القديم كويس وبترتيبه وفهم سياقه إيه، قد يبدو بالنسبة لهم الموضوع ده عقاب صعب، والادعاءات الغلط اللي بتتقال وحد الردة وغيره 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 من الكلام الخطأ. لكن هو في الحقيقة ده له حد الردة ولا غيره، بل عقاب عادل. وأقدر أقول لحضراتكم وبأمانة، وهتشوفوا في سياق الكلام، أقل من اللي كنا نتوقعه بعد ما نفهم عظم الخطية والوصية اللي كانت اتقالت. لما ندرس القضية دي يجب أن احنا نتذكر ونضع في ذهننا أن شعب إسرائيل هو في شريعة اسمها شريعة الحفظ، ودي اتكلمت فيها قبل كده مش عايز أطول فيها. الأساتذة الأحباء ما تعطلوش نفسكم مع الأستاذ اللي بيعمل على التكست، أعتقد أنه هو موطي الصوت أصلاً لدرجة أنه هو حتى مش عارف أن احنا بدأنا فترة المسيحيات. حضراتكم شايفين هو بيعمل إيه على التكست وبيسأل ويقول أسأل مين والكلام ده كله، لكن هو واضح أنه هو حتى مش سامعنا من الأساس. هو داخل عامل ميوت بيرمي شبهات والكلام ده على التكست، وحتى مش سامع ان في حد على المايك ولا بيقولوا ايه. anyway، فما تضيعوش وقتكم ولا مجهودكم ولا تخلوا الشيطان ينجح في التشتيت في المحاولات اللي بيعملها. مرة تانية، شعب اسرائيل ده في شريعة الحفظ او في شريعة العزل، وعرفنا الكلام ده من العهد القديم، مش هكرره بالتفصيل بس باختصار. العهد القديم اللي موجود في شعب اسرائيل في هذا الوقت هو وقت العبودية للخطية. الشعب ده خلاص اصبح مستعبد، اصبح مسجون، بتطبق عليه قوانين العبيد، قوانين المسجونين. ربنا هدفه ايه؟ عايز يحرر الشعب، خليقته اللي استعبدت، عايز يحرر المساجين دول اللي اتسجنوا بسبب خطاياهم، عايز يحرر البشرية. فربنا اختار شعب اسرائيل فقط علشان خاطر منه يفدي البشرية كلها ويحررها. فخد شعب اسرائيل كشعب خاص ليه، و ابتدى الشعب ده يخيره. يعني ايه؟ ربنا لما اختار شعب اسرائيل طبعا بدأ الموقف اختيار من ابراهيم، وابراهيم قبل الاختيار، وبعد كده اسحاق، وبعد كده يعقوب، وبعد كده ال 12 سبط. لما خرجوا ال 12 سبط كجيش كبير، ربنا خيرهم، وربنا كمان قال لهم لو عايزين تتبعوني دي الوصايا بتاعتي، واداهم الوصايا العشرة. قبل موقف العجل الذهبي والحصل المواقف اللي حصلت فيه، شعب إسرائيل كان بالفعل استلم الوصايا العشرة، ودي نقطة مهمة وكتير من بقية التشريعات، وهتلاقوا الكلام ده. موضوع الذهب حصل في خروج 32، الوصايا العشرة في سفر خروج 20، يعني حتى في الترتيب هي 12 إصحاح قبل موضوع العجل الذهبي، وترتيب زمني. شعب إسرائيل استلم الوصايا العشرة من موسى، وبعد كده حصل موقف العجل الذهبي. واضحة النقطة دي كويس؟ وفي الوصايا العشرة اتقال لهم بوضوح شديد في سفر خروج 20 عدد 5، لا تذبحهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيره. وأيضا وصية لا تزني، دول وصيتين من الوصايا العشرة الأساسيين، العشر وصايا الأساسيين اللي عارفهم شعب إسرائيل. عرفنا ليه ربنا كان سابقا
كان عايز يحافظ على شعب إسرائيل معزول من الخطية، لأن شعب إسرائيل ده هيأتي منه الذبيح اللي هو المسيح فصحنا الفداء عن العالم كله. فشعب إسرائيل المفروض يقعد شاة صحيحة بلا عيب نسبي فيها عشان يجي منها المسيح اللي هيفدي البشرية ويحررهم من الخطية. أستاذنا الحبيب صامول، إزاي حضرتك؟ بركة كبيرة وجودك معانا. طيب ليه ربنا ما يرضاش بأن شعب إسرائيل يصبح فاسد وفي كل الضربات العشرة زي ما بنقول؟ لأن كده هيصبح الذبيحة معيوبة. طب إيه مشكلة الذبيحة المعيوبة؟ إيه الإشكالية؟ لأنها الذبيحة المعيوبة تعني استهانة بالرب، تهين ربنا المقدم إليه الذبيحة. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده نصاً في الكتاب المقدس، نلاقيه في سفر ملاخي إصحاح 1 بداية من عدد 6، يقول الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أباً فأين كرامتي؟ المتكلم هو ربنا. وإن كنت سيداً فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود. أيها الكهنة المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك، يقول في عدد 7 تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم إن مائدة الرب محتقرة. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والصبيم أفليس ذلك شرا؟ قربوا لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. يعني إيه؟ ربنا بيقول لشعب إسرائيل ده أنا اخترتكم وديت لكم حق الاختيار وانتوا قبلتوا، وبعد كده قلت لكم طب طالما انتوا قبلتوا هحفظكم بدون خطية عشان ما تبقوش عاملين زي الذبيحة المعيوبة العرجة والسقيمة والعمية. ليه؟ لأن هيجي منكم الذبيح، فتبقى انتوا شعب تعملوا هذا الطريقة. تخيل ان ربنا كراعي معاه مجموعة من الخراف، الراعي ده اختار شاة واحدة منهم بلا عيب نسبي عشان يقدمها ذبيحة، تبقى ذبيحة كويسة مش معيوبة، ويحبسها لليوم الـ14، بمعنى أن بقية الخراف بتستمر في حرية في المراعي. عشان كده بقية شعوب ربنا ما طبقش عليهم الناموس بتاعه ولا وصاياه، رغم أنه خلق الكل، وكان بيدافع عن المظلومين منهم على فكرة زي ما بنشوف في سفر عاموس بوضوح الكلام ده. لكن بقية الخراف، بقية الشعوب سابها براحتها تعمل اللي هي عايزاه، واستمر بيديهم الشمس والمطر والخير والخضرة والمياه والكلام ده كله، فيما عدا خروف الفصح بس، شعب إسرائيل بس. ليه؟ لأنه خده مفهوش عيب نسبي يحبسه ما يشوفش الشمس ولا ينعم بالمراعي علشان ما يبقاش في عيب، ما يبقاش مردود ولا مكسور ولا أمراض جلدية ولا غيره. ده اللي خصصه ربنا علشان يتخصص للرب عشان يتقدم ذبيحة، وما ينفعش يبدله. يعني ربنا طالما شعب إسرائيل وافق، ما كانش ربنا ينفع يبدل شعب إسرائيل ويختار شعب تاني مكانه. الكلام ده حتى نلاقيه برضو موجود في التشريعات في سفر اللاويين 27:10، لا يغيره ولا يبدله جيد برديء أو رديئا بجيد. فيكون هناك مشكلة، فلازم شعب إسرائيل يتحط في هذه الشريعة التي تبدو صارمة ولكن هي بس عشان تعزله من الخطية، يتحبس ويتحرم من الحرية اللي أخذتها كل الشعوب الباقية، ولا زلنا نستمتع بهذه الحرية حتى الآن فقط لأن الشعب ده أخذ مكانه أفضل إن هو يكون خروف الفصح. ده اللي ربنا عمله مع شعب إسرائيل، فخد 12 سبط راح بيهم أرض مصر إلى أرض جسان، هي أرض تعتبر راعي فنجسة للمصريين، فما اختلطوش مع العبرانيين، وبالطريقة دي كانوا محميين بالمصريين من الشعوب الكنعانية وعماليق وغيره، وأيضا محميين من المصريين لأنهم في داخل مصر، لكن بالنسبة للمصريين في منطقة راعي نجسة. وفي ميزة كانت كبيرة في المصريين في الزمان ده، وعشان كده ربنا اختار شعب مصر هو اللي يعزل فيهم شعب إسرائيل في الوقت ده من زمن يوسف وما بعده. لأن شعب المصريين حتى لو كانوا بيعبدوا أصنام وكانوا بيعملوا عبادات غريبة، ورغم ذلك ما كانوش بيفعلوا الأمور الشاذة زي الشعوب الكنعانية، وما كانوش بيحاولوا ينشروا الخطية أو يفرضوا أو يجبروا حد على يتبع الحاجات اللي هم بيعملوها.
فعشان كده ربنا اختار شعب مصر في الزمان ده عشان يحافظ بيه على شعب إسرائيل، حتى كتروا وكبروا في هذا المعزل وناموا جدا حتى أصبحوا جيش قوي، وزمن مناسب ابتدى يقطع جذورهم من مصر بالسماح ببعض الاضطهادات عشان يخرجوا من مصر، لأنهم دلوقتي خلاص وصل الوقت المناسب إن هم من يعزلهم في أرض الموعد اللي وعدهم بيها، وعمل الضربات ورعاهم في البرية لغاية ما وصلوا، وإداهم البركة وإداهم اللعنة، فمطلوب منهم يحفظوا الوصايا ويتمسكوا بوعوده عشان ينالوا كل البركة. لو بعدوا عن ربنا يسيبهم ربنا لأعدائهم والأمراض والعقاب عشان ينقيهم، زي لو واحد عنده خروف وحجزه عشان يذبحه، لو ابتدى يتصاب على طول هيبتدي يعالجه، هيحط له بعض الحاجات اللي ممكن تحرق ولا غيره علشان يمنع المرض من بدايته ما ينتشرش فيه. فربنا دايما كان ده بيعمل مع شعب إسرائيل، أول ما تبدأ تظهر خطية على طول يطبق عقاب أو يسمح بحرب أو يسمح بغيره عشان تتنقى الخطية وتتزال تماما، أي خلية سرطانية ما تعصرش الجسم بالكامل ولا تفسده بالكامل. لكن مع كل ده ربنا دايما كان سايب حرية الاختيار. بمعنى إيه؟ ده مش ولو واحد من الشعب، ده لو حتى الكاهن نفسه اللي عايز يعمل أي حاجة شريرة كل المطلوب منه يغادر. أوضح حتة صغيرة توضيح الموقف. تخيل إنك عندك كاهن مقدس في كنيستك أو قسيس، الكاهن ده لو مش عاجبه ربنا ومش عاجبه الكنيسة وقدم استقالته وساب الخدمة وابتعد عن الكنيسة، يعمل اللي هو عايزه، ربنا مش هيكلمه. لو عايز يبقى زاني، لو عايز يبقى حرامي، لو عايز يبقى قتال قتل، يعمل اللي هو عايزه في الحتة اللي هو عايزها، لكن ما يعملش الكلام ده جوه الكنيسة. ليه؟ لأن الكنيسة ده مكان مقدس ما يقدرش يفعل فيه الشر. ليه؟ لأنه مش بس بيفعل شر كخطية شخصية، لكن ده بيت ربنا، بيهين ربنا نفسه في العالم في بيته وبيسبب عثرة صعبة جدا. نفس الموقف على القاضي وشرحتها قبل كده، شباب بيعملوا اللي هم عايزينه من شرور في بيوتهم، محدش بيكلمهم، لكن ما يقدروش يعملوا نفس الموقف في المحكمة. ليه؟ لأنه مش بيقولوا الموقف ده بنعمله علشان حرية شخصية، لا، ده أنت بتهين المحكمة والقاضي اللي مسؤول عن المحكمة دي. دي القصة كلها. شعب إسرائيل أصبح شعب مقدس، والمحلة اللي هو فيها اسمها بقي محلة مقدسة لأن بقي ربنا فيها. وفي شريعة العزل ربنا كل اللي قاله لهم اللي عايز يعمل اللي هو عايزه يفارق المحلة المقدسة، لكن لو عايز يقعد في المحلة المقدسة لابد أن يلتزم بالناموس. واحد جاب عنده بيت حلو وسمح بضيوف يقعدوا عنده، بس قال لهم نظام البيت بتاعنا كذا، انا بحب انام بدري فبقفل الباب الساعة 9 بالليل، لو سمحتوا ما تتأخروش، وي 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 وي. ده ضيف عايز يكمل قعدة في البيت يحترم القوانين بتاعة صاحب البيت، مش عاجبه ويروح يقعد في الحتة اللي هو عايزها، صاحب البيت مش هيطرده. ده اللي عمله ربنا، دي الأرض دي ربنا وضع اسمه عليها وخلاها محلة مقدسة، وشعب إسرائيل وافق إن هو ياخد هذه البركة. لو مش عاجبه حد من شعب إسرائيل يغادر. نلاحظ إن ربنا خير شعب إسرائيل عدة مرات. مرة الأولانية ده غير إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ده الشعب نفسه اللي استلم الوصايا، نفس الجيل. المرة الأولانية في سفر خروج 19، يعني قبل ما يستلم الوصايا العشر. نقراها مع بعض. يقول لهم في خروج 19 عدد 5: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. يعني ربنا بيقول على فكرة أنا ملكي كل الأرض، ولكن سايب بقية الشعوب بحرية، ولكن هو المكان ده بس اللي حطيت فيه اسمي وعهدي وجعلتكم خاصة لي. واضح؟ وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل، فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاها الرب. موافقين يا جماعة تبقوا مملكة مقدسة وأمة مقدسة وخاصة من بقية الشعوب؟ موافقين. هتقبلوا وصايا ربنا الواضحة؟ أيوة موافقين. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب، يعني قبل ما يستلموا الوصية
ربنا خيرهم، قالوا موافقين تماما، وطبعا قبل موضوع العجل الذهبي. خلي بال حضراتكم اصل التسلسل ماشي ازاي. اللي بيقتطع عدد او يقتطع موقف من سياقه للاسف بيشوه صورته. معايا؟ ربنا خيرهم قبل ما يديهم الوصيه، موافقين موافقين، بس ربنا هيخليكم مقدسين ممنوع الخطيه فيكم، موافقين. جه خيرهم مره ثانيه بعد ما اداهم الوصيه، خيرهم في خروج 19 وافقوا. خروج 20 اداهم الوصايا العشره وابتدى يديهم التشريعات. بعد كده جه في خروج 24 ومره ثانيه بعد استلام الوصيه جه خيرهم مره ثانيه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب، مش الوصايا العشره وبس، بقيه الناموس وجميع الاحكام. فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. واو، ده للمرة الثانية، ودي المرة دي بعد ما سمعوا التشريعات والوصايا بالكامل وبنفس واحد قالوا أيوة موافقين بحرية إرادتهم. وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، قال لهم أهي الوصايا تقدروا. فقال: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. والمرة الثانية بعد ما استلموا الوصية وبعد ما عرفوا العقوبة باختيارهم قبله، والكلام ده كله قبل خطية العجل الذهبي. طيب لو واحد من الناس دول كلهم ما كانش عاجبه، كان ليه الحق ان هو يغادر يمشي يختار الشعب اللي هو عايزه والخطية اللي هو عايزها في الحتة اللي هو عايزها يمشي، ده اللي كان مطلوب بس. طيب لو واحد في الزمن ده لما ربنا قال لهم اهي الوصايا عايزينها ولا مش عايزينها، لو واحد مش عايزها وحصل ولقينا بعض من افراد شعب اسرائيل رجعوا لمصر مرة تانية، كان ليه الحق ان هو يغادر؟ طب لو اغلب شعب اسرائيل كان رفض، رغم ان احنا ملناش ان احنا نفترض، لكن كان ايه اللي هيحصل؟ تخيل شعب اسرائيل كان قالوا ربنا لا مش قابلين ولا حاجه، كان ربنا هيسيبهم زي بقيه الشعوب يعيشوا زي ما هم عايزين خلاص. لكن هم بارادتهم وبموافقتهم الكامله عن حريه قبلوا هذا الامر الشعب بالكامل. وشرحت المرات اللي فاتت ان الموضوع ده مش مرتين وبس، في جيلين، ده في عدة اجيال، وكمان في زمن يشوع ابن نون الكلام ده اتكرر. فده الواضح اللي عمله ربنا. يعني جه مديرك قال لك انا هديك ترقية هتبقى كذا، بس خلي بالك الترقية دي ليها مستلزمات، الترقية دي ليها مواصفات محددة مش هتقدر تخالفها لأجل الترقية اللي هتاخدها. موافق؟ قلت له موافق. جه قال لك الترقية بقى الصفات بتاعتها 1 2 3 والمستلزمات بتاعتها كذا، والعقوبة لو انت خالفت هيبقى كذا لأن الترقية دي مكانة خاصة جدا، وقلت له موافق. طب لو جيت خالفت الوصايا دي هتقول على المدير بتاعك ظالم ان لما يطبق العقوبة اللي قالها لك قبل الترقية؟ لا. ليه الكلب مكيالين؟ اشمعني اي حاجة عند ربنا؟ لا 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 لا، يبقى ربنا ظالم، لكن اي حد تاني لا بعد. عشان كده كل اللي من قبل يهوى من اليهود كان عارف ان هو لازم يلتزم بوصاياه عشان ياخد البركات ويستمر في شريعة العزل في المحلة المقدسة بتاعت ربنا. اللي يرفض كل المطلوب منه حاجة واحدة بس، هي ايه؟ يغادر المحلة المقدسة مكان العزل. اللي عايز يزني، اللي عايز يفعل النجاسة whatever، اللي عايز يعبد عجل ذهبي، اللي عايز يعبد دجون سارية، إن شاء الله عايز يعبد صوابع رجليه، كل اللي مطلوب منه يغادر، ما يعثرش الشعب ولا يدنس المحلة المقدسة، فقط يغادر. وعمر ما حصلت في الكتاب المقدس ولن تجدوها، على عكس بقية الناس الأشرار، عمر ربنا ما أرسل ورا واحد سرية تقتله علشان ساب ربنا وراح حتة تانية، عمرها ما حصلت ولن تجدوها في الكتاب المقدس. ورغم أن لا أحب كلمة التحدي، ولكن أتحدي هذا الأمر، ما حصلش في الكتاب المقدس ولا مرة. فلا من أساليب ربنا الاختيال ولا الإجبار ولا يرسل ورا حد غادر عشان لأنه
بيطبق شريعة من بدل دينه فاقتلوه والكلام الغريب ده. كل اللي مطلوب إن اللي مش عاجبه ربنا ولا وصية من وصايا ربنا يغادر المحلة المقدسة. اللي يصر يقعد في المحلة المقدسة لازم يحترم إنه مكان مقدس. لكن اللي يصر يقعد ويفعل الشر بطريقة علنية رغم إعلانات الرب ده كده مصر يبقى خلية سرطانية وعثرة. ده بيتعاقب بناموس العزل والحفظ والتطهير. فشعب إسرائيل مسؤول عن اختياره والتزاماته والتعهد اللي مضاه مع ربنا أكتر من مرة، مسؤول على اللي عمله. نقرأ الأعداد مع بعض، لكن أرجو إن احنا فهمنا الخلفية والترتيب التاريخي. الشعب ده اتخير أكتر من مرة، اتخير قبل الوصية واتخير مرة تانية بعد ما سمع الوصية وسمع عقاب الوصية هيكون إزاي. تبدأ القصة في سفر الخروج 32:1: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقال له. خلي بالكم كلمة الشعب، الشعب كان ساعتها عددهم قد إيه؟ 600,000 راجل ما عدا النساء والأطفال، اللي بنتكلم عليه 600,000 ما عدا النساء والأطفال. لو هنتكلم سيبكم من الأطفال، لو هنتكلم كمان على النساء، الشعب الرجال والنساء دول فوق 1,200,000. على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. الرجل اللي اسمه موسى ده احنا مش عارفين حصل له إيه، يلا اعمل لنا إله تاني. بعد ما استلم الوصايا بأيام قليلة، وبعد ما شافوا عمل ربنا وظهر لهم ربنا بالكامل بطريقة هم نفسهم شافوا روعتها، جم دلوقتي طلبوا إنه يبقى فيه إله تاني قدامهم غير ربنا وغير موسى، وضغطوا على ضغطوا على هارون. للأسف هنعرف إنه كمان الموضوع ده مش بس عشان يعبدوا إله منظور، لكن ده كمان الموضوع كان فيه أمور شهوات جنسية شريرة وتصرفات جنسية غير لائقة. ليه؟ عبادة يمكن شافوا بعض منها في مصر كانت تقترن بالزنا ورقصات خليعة أمام العجل الذهبي، فلكن هم لأنهم كانوا عبيد في مصر ما كانوش يقدروا يعملوا الكلام ده. لكن واضح أنه بعد ما خرجوا عايزين يعملوا الكلام ده زي ما كانوا بيشوفوا سادتهم المصريين بيعملوا، عايزين يجربوا هذه الخطية الشريرة. فالموضوع مش بس عبادة إله حسب شهوات قلوبهم، ده كمان أمور جنسية غير لائقة شهوات أجسادهم. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. فنزع كل الشعب مرة تانية اللي اشترك في الخطية، كام؟ كل الشعب 1,200,000 ما عدا النساء والأطفال. معايا حتى الآن؟ فنزع كل الشعب أقراط الذهب بتاعت الستات التي في أذانهم، والرجالة والستات جابوا الذهب بتاع الستات وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصوروا بالإزميل وصنعوا عجلا مسبوكا، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل. كلمة آلهتك للأسف إلهي، يعني أطلقوا على العجل الذهبي اسم ربنا إلهيم التي أصعدتك من أرض مصر. هم اعتادوا على أن يكون الله منظور قدامهم، وده اللي كانوا شايفينه في مصر. بعد ما خرجوا للبرية كان موسى بالنسبة لهم شيء مرئي بيوصل لهم كلام ربنا، لما غاب موسى شوية عن عينيهم عايزين يشوفوا إله مرئي بالعيان. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال: غدا عيدا للرب. للأسف واعتبروا خلاص عيدوا للرب اللي هو العجل الذهبي. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. اللعب ده حاجات خيعة. أولا صنعوا صورة العجل، عبدوا العجل الذهبي، أطلقوا عليه اسم إلهيم، يعني خلفوا أول أربع وصايا في الوصايا العشرة اللي عقبها القتل. معايا؟ ثم بعد كده خطية اللعب، ودي خطية شريرة من أمور تعري وأمور غير لائقة جنسيا، في خطية زنا وإباحية، ودي برضو عقوبتها القتل في وصية لا تزني. ويقول إيه الشعب؟ يعني أغلب الشعب، يعني إحنا بنتكلم على إن أغلب الشعب كانوا مشتركين في هذه الخطية، خلفوا خمس وصايا من الوصايا العشرة في خطية واحدة. معايا؟
اللي عارفين ان عقوبة مخالفة هذه الوصايا القتل سواء بالرجم او غيره. مع ملاحظة كارثة اكبر وهي ايه وشرحتها قبل كده، ان دي الخطية الاولى في شعب اسرائيل. يعني ايه؟ شرحت سابقا قبل كده كانوا بيعملوا حاجات يعني اعتراض مش عارف ايه حاجات زي دي، لكن دي بعد ما استلموا الوصايا وبعد العهد مع ربنا دي أول خطية بهذا المنظر يصنعوها أمام الله في المحلة المقدسة. وشرحت سابقا عقاب الأول أن يصنع أول خطية يكون مثال أرضي خاصة في العقوبة، لأن أول من يدنس شيء كان بادي نقي، زي ما شرحتها في موضوع حنانيا والسفيرة، وزي ما شرحتها في موضوع أخان ابن كرمي وغيرها كتير. وبكرر نفس الملحوظة اللي قلتها عدة مرات وأنا آسف على التكرار، لكن لو أحيانا ما بذكرهاش بتتنسي. المصير الأرضي لا يعني المصير الأبدي. يعني لو إنسان مات ميتة صعبة في حادثة في حريق في كارثة أرضية، ده مش معناه إن مصير الأبدي صعب. لا، المصير الأبدي ليس بالشرط هو المصير الأرضي، بل قد يكون إنسان خاطي ربنا يعاقب عقاب أرضي ويموت لكي تخلص الروح في يوم الرب. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 5:5، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. مش بالشرط، المهم احنا ملناش ان احنا نحكم، لكن مش لما نلاقي واحد مات بطريقة صعبة نقول ده كده يبقى اتعاقب على خطاياه وجهنم وبئس المصير. لا، احنا ما نعرفش مصيره الابدي ايه، ده في ايد ربنا، لكن اللي نقدر نقوله بوضوح مصيره الارضي ليس بالدليل على المصير الابدي. يعني ال 3000 دول اللي اتعاقبوا في موضوع العجل الذهبي او غيره ما نقدرش نقول مصيرهم الابدي ايه، مصيرهم الارضي هو كان بهذا الامر. لكن النقطة المهمة، اللي يفعل اول خطية يعاقب بشدة اكثر من الناس الباقيين اللي هيعملوا نفس الخطية، بل يعاقب بطريقة علنية أشد من اللي عملوا نفس المواقف مشابهة أو قد يكونوا أشر منه، رغم أن هو قد يكون في الأبدية حالة أكثر احتمالا منه. ليه؟ لكن هو بيقدم رسالة، مش معناه أن هو أشر من الآخرين، ومش معناه أن مصيره الأبدي أسوأ من الآخرين على الإطلاق، ما نعرفش، لكن هو فقط لتوضيح صعوبة الخطية. هو بيوضع قاعدة يوضح بيها أن ربنا بيكره الخطية جدا جدا، أو مخالفة وصية أجرتها الموت، لأن أجرة الخطية. فبعقاب الأرضي العلني وضح صعوبة الخطية للي يفكر يعملها فيما بعد، عشان ما يبقاش اللي بعد كده بعذر، فيجب الباقيين يعتبروا من موقفه. برضو ده اللي قاله الكتاب المقدس في سفر التثنية 13:11، فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر جديد في وسطك. بل أحياناً كثيرة إن لم يكن في أغلب الأحوال بعد الخطية الأولى والعقاب الواضح والعقاب الأول، ربنا غالباً ما بيعاقبش بعد كده في الخطية دي غالباً. على سبيل المثال، ما شفنا حالات زنا بعد كده ربنا ما عاقبش، ربنا ما عاقبش داود ولا غيره. فهي بتبقى المرة الأولانية بس عشان يوضح صعوبة الخطية، ولكن ده مش معناه إن حالته أسوأ من الباقيين أو أشر من الباقيين، لا، قد يكون حالته أحسن احتمالا من الآخرين في الأبدية. لكن ربنا وضح بالمرة الأولانية أنه بيكره ربنا الخطية. طب واحد يقول ذنبه إيه؟ لا، مش ذنبه أنه هو بس مات في هذا الأمر. طب إيه ذنب اللي مات في حادثة سيارة؟ إيه اللي مات متألم بميتة بشعة بسبب زلزال أو بركان أو في كارثة طبيعية أو في عواصف أو في غيره؟ أو اللي اتقتل بألام وقتية في حرب أو بعقاب سمح به ربنا. ما تحكموش على أن الإنسان إمتى مات وإزاي مات كما لو كان إيه ذنبه. لا، مش إيه ذنبه، المهم الأبدية، الحاجة الأرضية ده حاجة مؤقتة. فالخطية الأولانية دي بتشبه بقعة، زي واحد جايب قميص أبيض جديد فرحان بيه وراح حصل بقعة حبر سودة على القميص الأبيض الجديد الفرحان بيه، تحزنه قوي. ليه؟ لأنه فقد نقاء، خلاص اتلوث القميص. تاني بقعة وتالت بقعة وعاشر بقعة، يلا
ما هي ما بلهاش التأثير الأولاني، أنا فقط للتشبيه بوضح، فاهمني؟ شعب إسرائيل اللي لسه قابل ربنا، واللي لسه مستلم الوصايا، واللي لسه داخل في عهد مع ربنا، دي أول بقعة سودة لوثت الشعب الجديد، الصوب الأبيض الجديد الحلو الطاهر، فاهمني؟ فكان لازم يبقى فيه عقاب واضح، ولكن مصيرهم الأبدي ملناش إن إحنا نحكم عليه. فقال الرب لموسى في عدد 7: انزل، اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له، وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب إذ هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. ده معناه إيه؟ الشعب كله أخطأ. مرة تانية، لو بنتكلم حتى على الكبار، بنتكلم على 600,000 راجل، 600,000 ماشي، يعني بنتكلم 1,200,000 رجل وسيدة بالغين فوق سن 20. فتضرع أمام الرب إله وقال: لماذا يا رب يحمي غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخف ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بالشعب، وشرحت موضوع ندم سابقا كيف يندم ربنا، ووضحت ان ربنا بيتكلم بلغه بشريه بالاسلوب اللي نفهمه، ولكن في اختلاف كبير. الانسان ممكن يندم، ولكنه لانه ما يعرفش المستقبل بعد ما يعمل حاجه يتمنى ان هو ما يكونش عملها، يعني فيها حسره. لكن ربنا اللي عارف كل شيء، معنى كلمه ندم معناها حزن بس، لان الله لا يتغير. فمعنى الندم في العبري اللفظ ده بياتي بمعنى الحزن. ربنا كان حزين على الشعب اللي غلط الغلطه دي. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هناك كانوا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوش على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى: صوت قتال في المحل. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكثرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحل أنه أبصر العجل والرقص، حما غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ده يوضح أن المنظر كان صعب قوي، وخاصة منظر الرأس والتعالي. ده يوضح أن الخطية كانت شديدة قوي، والشعب كله كان بيفعل هذه الخطية الموجعة للقلب. عشان كده موسى الحليم جدا حما غضبه ورمى اللوحين من إيده وكسرهم. وحتى في غضبه تنبأ موسى بكسر اللوحين، أعلن حالة البشرية الساقطة اللي دايما بتكسر ناموس ربنا ولتنتظر عمل النعم. ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء، وسقى بني إسرائيل. هو شربهم نتيجة خطيتهم. كل ده، كل إنسان خاطئ بيحمل ثمار خطيته. فموسى عمل الكلام ده ليه؟ عشان يوضح للشعب تفاهة الإله الذهبي اللي عملوه. طب هو الإله اللي انتوا عبدتوه وقلتوا عليه هو إلهيم ورقصتوا قدامه وتعريتوا، طب أهو الإله طحنته لكم وهو اشربوه. فالملخص حتى الآن هو أنهم قبلوا وصية بإرادتهم، ويعرفون عقاب اللي بيخالفها، وخلفوها بشكل صعب، وصنعوا خطايا بشعة، عارفين أن اللي خلفها عقوبة الموت. حاجة تانية مهمة للي يقول طب ليه ربنا ما ساب لهمش فرصة يتوبوا؟ يا سلام، وحنتأكد أكتر في سياق الكلام. بل مش ربنا بس ساب لهم فرصة يتوبوا، ده ربنا ساب فرصة للي عايز يمشي يمشي. تخيل موسى عشان يجيب العجل الذهبي ده ويحرقه لدرجة إن هو ينصهره تماما، ويطحنه يخليه عامل زي البودرة، ويرشه على المية، ويبتدي يجيب الشعب يشربه لهم. الأمور دي كلها تستغرق وقت طويل، مش دقايق. العقاب مش كان مباشرة، ده كان في وقت طويل، مع ملاحظة أن موسى ما قبضش على حد في هذا الوقت.
اللي كان عايز يكمل في العبادة دي ومش عاجبه إن موسى متضايق وربنا متضايق وعايز يعبد العجل الذهبي ويتعرى قدامه براحته، طب ما يغادر المحلة المقدسة يروح لمصر ويكمل عبادة العجل الذهبي، ولا يروح لبابل، ولا يروح في أي حتة تانية. اللي عايز يستمر في المحلة المقدسة كان مطلوب منه إيه في هذا الوقت؟ يتوب. يعني اللي مش عايز يتوب يمشي، اللي شاف اللي عمله غلط وعايز يتوب ويكمل في المحلة المقدسة كان عنده فرصة يتوب. واضحة؟ هنا أتساءل، اللي ما كانش عاجبهم الموقف ده واللي كانوا لسه مفتخرين بخطيتهم، ما غادروش ليه؟ اللي قادوا الشعب لهذه الخطية، لفعل الخطية دي، كان عندهم فرصة متاحة رائعة لبادرة المحلة المقدسة ويروحوا في الحتة اللي هم عايزينها. ليه كملوا؟ كملوا عارفين ليه؟ لأنهم مصرين على العثرة. وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمي غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه بر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب ينزعه ويعطيني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. الموضوع ده اتكلمت عليه في مرة تانية، موقف هارون، ولكن هنا هارون واضح إن موقف متخاذل وحجي واهية قوي. هو خاف من الشعب فسمع كلامه. طب ازاي انسان يخاف؟ مش مهم هلاك الجسد لكي تخلص الروح، لكن المهم يكمل في عدد 25: بعد كل ده لسه الشعب معرى. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لغاية دلوقتي، لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاومين. واضح أن الخطية دي ليست عبادة وثنية بس وذبح للأوثان وإطلاق اسم ربنا إلهيم على العجل الذهبي، بل خطية جنسية وزنا وإباحية، واستمروا فيها بعضهم حتى بعد ما شافوا غضب موسى وإن موسى طحن العجل ورشوا على المية وشربوا. بين مقاومين هو عماليق اللي شاهدوهم في الرقص والتعري والكلام الخليع اللي بيعملوه في هذا أبيهم وضحكوا عليهم. وقف موسى في باب المحلة. الكلام ده كله مش بنتكلم على ثواني ودقائق، احنا بنتكلم على وقت طويل عشان موسى يعمل كل الكلام ده. وقال: من للرب فإلي. مين اللي لسه بيتبع ربنا لغاية دلوقتي وما عملش الخطية دي؟ فاجتمع إليه جميع بني لاوي. هنا يوضح لنا أن 11 سبط اشتركوا في الخطية فيما عدا سبط لاوي مرضيش يشترك فيها. معايا؟ يعني 600 ألف ماشي من الرجالة واللي مش معدود فيهم بني لاوي، و قصادهم 600 ألف سيدة، يعني متكلم على 1,200,000، لكن بني لاوي ما دخلوش في الخطية دي. فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل. وعشان كده على فكرة بعد ما كان شعب إسرائيل بالكامل أمة مقدسة وكهنوت ملوكي، بعد كده راح التقديس لسبط لاوي. قال الرب إله إسرائيل: ضع كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتل كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. هنعرف القتل ده هيتم لمين، ونيجي للعدد المهم جدا. عرفنا أن العمل الخطية لو كان عايز يمشي يمشي، وهنعرف دلوقتي ونتأكد أن اللي كان عايز يتوب يقدر يتوب ومش هيتعاقب، لكن اللي أصر ما يمشيش وفي نفس الوقت ما يتوبش وواقف مفتخر باللي عمله ده تعاقب. ليه؟ يقول لهم من باب لباب. يعني من باب لباب في المحلة؟ من باب لباب يعني القائد اللي بيقعد في الباب، قادة الخطية اللي سببوا العثرة، اللي جالسين أمام باب الخيام بتاعة الأسر. يعني إيه؟ يعني يقتلوا بس اللي بيصر إن يقف للباب في تحدي وهو واقف متعري زي ما قال لنا العدد اللي فات وما دخلش خيمته. ما قالهمش ادخلوا خيمة كل واحد واقتلوه، ما قالش الكلام ده. قال لهم اللي هتلاقوه واقف عند الباب لغاية دلوقتي، ومين اللي كان واقف عند الباب؟ الواقف عريان، الواقف متعري الآن زي ما قال العدد. معايا؟ معرّة. يعني اللي عثروا بالخطية واللي رفضوا المغادرة، اللي رفضوا التوبة متخيلين وقاعدين عند بان الخيام بتاعتهم بيشيروا بفعل الشر بدون أي
تخاذل ولا تراجع منه. فهمت القصة مشيت إزاي؟ ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. موسى ما اختارش 3000 وقتلهم، لا، 3000 دول اللي كانوا فين؟ زي ما بيقول لنا العدد لفظ، 3000 راجل اللي لا رفضوا يغادروا ولا رفضوا يتوبوا ويدخلوا الخيام بتاعتهم، بل وقفوا معريين أمام باب الخيام بتاعتهم في تحدي لربنا في فعل هذه الخطية بعد وقت طويل مر من كل الأحداث اللي شفناها. أغلب الشعب أخطأ، عرفنا تقريبا شبه 1,200,000 أخطأ، الشعب ما تعاقبش. مين اللي تعاقب؟ سبب العثرة. معايا؟ لو ربنا كان هيتعامل بعدل بس بدون رحمة كان هيبيد ال 11 سبط، يعني 600,000 راجل وزيهم 600,000 ست، صح؟ الشعب كله أخطأ وصنع الخطية دي زي ما بيقول لنا العدد، جميع الشعب، وكررها 3-4 مرات. ربنا عاقب 3000 بس، مش اللي عملوا الخطية فقط، لكن اللي سببوا العثرة ورفضوا المغادرة ورفضوا التوبة واستمر معرة أمام باب الخيمة بتاعته. الشعب غلط بالكامل وكان لابد من التوبة أو التأديب. اللي غادر ما تعاقبش، اللي دخلوا خيامهم في خجل من خطيتهم وداروا نفسهم بدل التعرر اللي كان فيه ندمين على اللي عملوه ما تعاقبوش. والدليل على ذلك ان الشعب اجتمع لموسى تاني يوم. لكن اللي لا يبانوا بربنا وقفوا في تحدي ولا رفضوا يسيبوا المحلة المقدسة ويمشوا ولا رضوا يدخلوا خيامهم ويتكسوا ويتكسفوا على دمهم اللي عملوه من التعرر ده، بل كانوا واقفين متعرين افتخارا بخطيتهم والعثرة اللي قاموا بيها، دول اللي تعاقبوا. النقطة اتضحت. وقال موسى املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة. املأوا أيديكم يعني معناها التكريس وخدمة الكهنوت. يعني هنا موسى ابتدى يقول لهم تكرسوا لربنا. يقول وكان في الغد أن موسى قال للشعب، يعني الشعب لسه عايش، ده شعب العمل الخطية امبارح، اتعاقب 3000 بس من اللي رفضوا لا المغادرة ولا رفضوا التوبة ولا رفضوا يدخلوا حتى الخيام بتاعتهم، لكن بقية الشعب اللي تاب ودخل الخيمة بتاعته اللي بيدعي يقولك ربنا ما سابلهمش فرصة للتوبة، جبت كلام منين؟ هنا يقول وكان في الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. يعني ربنا سامح الشعب، الشعب كله أخطأ وهو ربنا بيسامحه. أتمنى يكون الموقف اتضح وأن عرفنا أن ربنا عاقب على خطية عظيمة بعد عهد واضح قبلوا بإرادتهم وصنعوا الخطايا بإرادتهم وخافوا الوصايا العشرة اللي عقابها كان واضح، ولكن ربنا ما عاقبش بالعدل بالكامل اللي خالف، كان رحيم جدا في عقابه، عاقب بس مصدر العسرة الشديدة اللي بعد الموقف. لا هم راضين يتوبوا ولا هم راضين يغادروا ولا هم حتى راضين يتستروا من التعرض بتاعهم، بل استمروا في خطيتهم عشان ما يستمروش في عسرة الشعب ويحاولوا يوقعوا الشعب في خطيئة أكتر. فالرب في هذا الموقف أعتقد كان عادل في تطبيق الوصية وتوضيح قد إيه خطورة الخطيئة اللي قبلوها بإرادتهم مرتين وتعهدوا بتنفيذها، ولكنه أيضا رحيم جدا لأنه ما قتلش اللي أخطأوا، قتل اللي أعثرهم، لكن اللي أخطأوا ساب لهم فرصة يتوبوا فيها. ورغم أنهم أخطأوا في محلة مقدسة والشعب باختياره قبل، ورغم كده ربنا غفر لهم الخطية وسابهم وما عاقبش الشعب بالكامل. أتمنى تكون الصورة اتضحت على عكس الاقتطاع اللي بيقدموه المشككين، وشفنا إيه الموقف بالضبط في تفصيله والقصة كانت إزاي والعقاب كان محدود إزاي. والمجد لربنا دايماً.